فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد فهل تصلى الجمعة؟ لا بد من صلاة الجمعة، لكن غير الإمام يستحب له الحضور ولا يجب عليه، بل يصليها ظهرا، إذا تأخر يصليها ظهرا، والأفضل أن يحضرها ويصليها مع الإمام. فلا بد من إقامة الجمعة، لا تسقط الجمعة بل تصلى، ولكن على الأفراد الذين حضروا العيد لا تجب على الأفراد بل تستحب لهم، وإذا لم يحضروا صلوها ظهرا، لأن بعض الناس حتى يترك صلاة الظهر، يترك صلاة الظهر ويظن أن العيد تكفي عنها، هذا غلط. بعضهم يؤذن للظهر وهذا غلط أيضا، ما يؤذن لها، ما يؤذن للظهر في يوم العيد، في يوم الجمعة ما يؤذن لها، لكن يصلون بدون أذان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.